اليوم 73 سنة تعديت من اللي احتل الكيان الصهيوني فلسطين. 73 سنة تعديت وخليت الدول العربية انها تسلم في الحق الفلسطيني وتبيع القضية وتطبع مع كيان غاصب ومحتل. 73 سنة تعديت وتونس ما زالت تدافع على القضية الفلسطينية وحب فلسطين يتعدى من جيل لجيل. انا واحد من الناس كبرت على حب فلسطين حتى لو كان ما قريت عليها حتى حرف. كبرت على تصور وفيديوهات الانتفاضة الثانية وتصويرة محمد الدرة ما زالت في مخي. الكيان الصهيوني ما هوش عدو فلسطين كهو، اما زاد تونس من اللي بدا الاحتلال وتونس واقفة مع المقاومة بالحكومة بالشعب. واليوم باش احكي لكم كيفاش، وعلى ذاك برا جيب شربك واجا اركش خلني نفكرك باصل الحكاية. مهما يكون عمرك ولا من انا جيل، اكيد راك حضرت وشاركت في مظاهرة على القضية الفلسطينية. الشعب التونسي ما فوتش حتى فرصة باش يشارك في المقاومة الفلسطينية. ابداها من عام 48 وقت اللي التوانسة اتطوعوا ومشيوا على ساقيهم ليبيا، ومن بعد مصر حتى تكشي اللي خلطوا فلسطين وبرشا منهم استشهدوا غاديك. في جويلية 2008 يخلطوا تونس 8 شهداء من ولادنا اللي شاركوا مع المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني. شهداء لعبوا دور مهم على الاخر في عملية اسطورية ضد الكيان الصهيوني. من بين شهدين احكيكم على ميلود بن ناجح اللي استشهد في نوفمبر 1987 وقت اللي هجم هو وثلاثة من المقاومة الفلسطينية على معسكر صهيوني بالطائرات الشراعية. اي نعم، الطائرات الشراعية. من جنوب لبنان يدخلوا فلسطين المحتلة ويوصلوا يقتلوا 6 جنود صهاينة. طيارة ميلود تيح بيه في الحدود وتفصعت ساقه، كمام حاول انه يهرب اما الصهاينة شدوه وعدموه. العملية ذي هبلت الصهاينة ورعبتهم على خاطر المقاومة نجمت انها تتعدى الحدود وتخلت لهم هما وين متحصنين في المعسكرات من غير ما يفيقوا بها. الحكاية ما توفاش غاديك، من 88 حتى 96 تقريبا كل عام يستشهد تونسي في المقاومة الفلسطينية بعد عمليات ضد الكيان الصهيوني. برشا منا ما يعرفوا من المقاومة الفلسطينية كان حركة حماس الإسلامية، أما في السبعينات القضية الفلسطينية لمت برشا عرب وأجانب. من الجيش الياباني الأحمر عناصر من فنزويلا وألمانيا ولبنان وسوريا وتونس. في أكثر من مرة يتخلط الدم بتاع التوانسة والفلسطينيين ضد عدو واحد. الكيان الصهيوني ما فوتش الفرصة باش يزيد يأكد وإنه وجوده اخترع على تونس بعد اللي دخل بلادنا وضربنا. عام 85 الموساد يبدأ يخطط باش في واختيال القيادات الفلسطينية اللي كانت موجودة في تونس. الموساد عمل يدين وساقين بجيب الصور بالساتيليت متاع مقر القيادة الفلسطينية في تونس وعرف وقتين في يصير اجتماع ليلم القيادات الكل وهكا حضر عملية الساق الخشبية. وفي صباح 1 اكتوبر تدخل طيارات اسرائيلية لتونس وبالتحديد الحمام الشط وتقصفها. يموت 50 فلسطيني و18 تونسي ويتجرحوا 100 اخرين. يمنع ياسر عرفات وقيادات المقاومه بعد ما اجلوا الاجتماع بالصدفه والكيان يفشل في عمليه تصفيتهم. اما للاسف الذنب الفلسطيني سال مره اخرى في تونس. المره هذه الكيان الصهيوني يوصل يغتال خليل وزير اللي شهر بابو جهاد، واحد من ابرز قيادات المقاومه. في 16 أفريل 1988 مع ساعة ونص نتاع الليل يدخل الجيش الصهيوني لتونس وبالتحديد في سيدي بوسعيد ويخلط انه يقتل الحراسة أمنية متاع الدار خليل الوزير. أبو جهاد يفيق على حس تكسير الباب ويجبد سلاحه ويضرب على الصهاينة، أما قتلوه وضربوا 70 كرتوشة في بدن. بعد 31 سنة وفي 2019 تخرج قناة صهيونية وتحكي على أكبر عملية اغتيال عملها الموساد. من آخر عمليات الكيان الصهيوني في تونس كانت في 2016 وقت اللي دخلوا واغتالوا محمد الزويري قدام داره في صفاقس. محمد الزويري اللي كان مهندس وعاون المقاومة باش انها تطور السلاح متاعها وتصنع طيارات بدون طيار وحتى غواصات. عملية الاغتيال قعدت تحضر لمدة 6 شهور وتورطوا فيها زادة توانسة، اما اللي نفذوا العملية هما زوز من اصل بوسني اللي وقفوا قدام الزويري وضربوه ب20 كرتوشة. التاريخ يشهد على موقف تونس مع القضية الفلسطينية. وما ننساوش بالطبيعة دبلوماسية الدولة وسياستها. في مارس 1965 الحبيب بورقيبة يمشي للقدس وأريحة وعمل خطاب معروف برشا. اهم ما قال فيه وقتها وانه تونس ما خلطت نجمة تفك الاستقلال متاعها كان ما مشيت بسياسة المراحل، وكيف كيف بعدت على فكرة يا كل شيء يا حتى شيء. وقتها بورقيبة قال للعرب خذوا وارضاوا باللي قالت عليه الامم المتحده وبشويه بشويه ترجعوا لها. العرب ما خلولوش وما بقاولوش
وصلوا حتى خموا انه يطردوا تونس من الجامعة العربية. وجميل عبد الناصر رئيس مصر وقتها قال وانه حديث بورقيبة هو خيانة للقضية الفلسطينية. بعدها بعامين العرب يدخلوا في حرب ضد الكيان الصهيوني عام 1967 ويخسرها. الكيان يحتل كل فلسطين ويفك جولان من سوريا وسيناء من مصر. بعد ما العرب شكوا في موقف تونس للقضية الفلسطينية رجعت الثقة بعد ما مصر طبعت مع الكيان الصهيوني والسادات مشى للكنيسة الإسرائيلية. عام 1982 تونس تحل بابها القيادة الفلسطينية بعد ما الكيان الصهيوني وصل لحصار بيروت. بورقيبة شخصيا هو اللي استقبل ياسر عرفات وفتح وخدم ودز معاهم باش امريكا تستعرف منظمة التحرير الفلسطينية ويقعدوا في طاولة الحوار في تونس. كيف ما قلت لكم قبليكا فانه صهاينة حاولوا يصفيوا القيادة الفلسطينية وقصفوا حمام الشط. وقتها تونس ضربت على الطاولة في مجلس الامن للامم المتحدة وحطت في صفها برشا دول. الدبلوماسية التونسية يمكن في اقوى لحظاتها تمشي لمجلس الامن باش يديروا الاعتداء. امريكا تاخد في صف اسرائيل وتستعمل حق الفيتو متاعها باش تمنع مجلس الامن انه يخرج القرار. بورقيبة وقتها هدد انه يقطع العلاقات مع امريكا كان ما جبدتش الفيتو نتاعها. وهي هي امريكا تتراجع في حق الفيتو نتاعها ومجلس الامن يخرج قرار بدين اسرائيل لاول مره. بعد الثوره وقت المجلس التاسيسي بدا يخدم تحكي برشا على حطان تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور. وهل انه نحطوه في فصل وحده في المبادئ العامه ولا نحطوه في توطئه الدستور ولا نعملوا له قانون وحده ونخرجوه جمله من الدستور. وقتها تحل نقاش طويل عريض ودخل الأمور بعضها ما بين الجانب السياسي والقانوني. في الأخر طاح مقترح تعديل اللي قدمته كتلة الوفاء للثورة واللي يحكي على مناهضة كل أشكال الاحتلال والعنصرية وعلى رأسهم الصهيونية. بعد ما طاحت نحات الصهيونية من الجملة ذي وتحكي على أساس أنها باش تتحط في قانون موحدها. في 2015 مع دورة نيابية جديدة وبعد كتيبة الدستور قدم كتلة الجبهة الشعبية مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل شيء، ثقافة، اقتصاد واللي تحب انت. المقترح هذايا تحط في الاقجر وما تجبد كان في 2018 بعد ما ترامب اعلن وانه القدس العاصمة الابدية لاسرائيل. اللجنة اللي من المفروض تناقش القانون هذايا عملت 3 جلسات ومن بعد القانون تخبى في الاقجر وما عاودوش حكاو فيه. بعد ما صار العدوان الصهيوني على فلسطين وصار ضغط شعبي في تونس عاودت تحيرت مسألة تجريم التطبيع، خاصة وانه الكتلة الديمقراطية عندها مقترح قانون وقعدوا يلموا في تصحيحات مع برشا كتل باش يعملوا استعجال نظر في القانون هذايا. وحسب ما يبدو فانه جميع كل متفاهمين على اساس وانه لازم قانون لتجريم التطبيع. يا اخي ما نعرفش علاش قانون كيف هكا ما يتعداش، خاصه وانه الكل متفاهمين وانه الكيان الصهيوني هو عدو تونس. وينهم جميع نتاع اللوائح؟ هاو لائحه اعتذار فرنسا على الاستعمار، ها تصنيف الاخوان المسلمين، هاي فكره نتاع لائحه لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مع اني ما هيش ملزمه قانونيه اما هي رمزيه وقوف مع القضيه فلسطينية، خاصة وإنه الكيان الصهيوني هو عدو واحد. في الأخير نحب نقول لأي واحد قاعد يتفرج فيه وإنه القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية عادلة على خاطر فما شعب قاعدين يفكوا في أرضه ويقتلوا فيه. هذه كانت حلقتنا اليوم في التركينة اللي تفكرنا فيها موقف تونس حكومة وشعبا مع القضية الفلسطينية عبر التاريخ. كان عجبتكم الحلقة ما تنسوش باش تعملوا جيم، تعملوا أبوني وتحط لنا كومنتير بالأبور رايكم في الموضوع. وها الانستغرام تاعي والانستغرام تاع نهويت ونشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي. Thank you.